هذه جولتنا في أبرز الموضوعات التي تناولها رواد مواقع التواصل. حظي المنتخب الياباني باستقبال حافل فور عودته إلى طوكيو، وذلك عقب مشاركته في مونديال قطر. منتخب الساموراي حقق مفاجأة في دور المجموعات وتغلب على ألمانيا وإسبانيا ليبلغ دور 16، إلا أنه مني بهزيمة أمام كرواتيا بركلات الترجيح. رئيس الوزراء الياباني في فوميو كيشيدا أبدى امتنانه للاعبين ووصف المنتخب بالفريق العظيم وطلب منه المضي قدما. في حين يأخذ مشجعو كرة القدم في قطر استراحة من أجواء المباريات، أحيت أوركسترا قطر الفلهرمونية حفلاً موسيقياً منوعاً في الهواء الطلق في كورنيش الدوحة، واستمتع الجمهور بألحان الأوركسترا بقيادة المايسترو النمساوي يوهانس فوغل مع مجموعة مختارة من أشهر أغاني كرة القدم. تداول مغردون سعوديون فيديوهات تظهر مقاتلات جوية وطائرات فريق الصقور السعودية أثناء مرافقتها للطائرة الرئاسية الصينية وحتى وصولها مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وأظهر الفيديو طائرتين سعوديتين بجانب طائرة الرئيس الصيني من ناحيتي اليمين واليسار تنظمان عرضا جويا احتفاء بعمق العلاقات بين البلدين.